لأن الدين الذي بلغه لا ينهاه عن الطواف بالقبر، فهل يعذر بجهله؟ وما هو هذا الدين الذي لا ينهاه عن الطواف بالقبر؟ الدين هو القرآن والسنة، وهما ينهيان عن الطواف بالقبور، ولا يعذر بالجهل، لأنه يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن، يسمع الأحاديث، بلغته الحجة، بلغه القرآن، فهو غير معذور، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل، ويعتبر حياته الفائتة على الكفر وعلى الشرك، يدخل في الإسلام من جديد، يعلن الشهادتين، ويخلص العبادة لله عز وجل، والله يتوب على من تاب. نعم.